السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام، يا رب دايما في أحسن حال. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله، وريفيو جديد على منتج جميل جدا من شركة من الشركات الجميلة جدا اللي موجودة في مصر الأيام ديت، وهي شركة فريش. النهاردة هنعمل الريفيو على مايكرويف 20 لتر من شركة فريش. هنشوف مع بعض المميزات الخاصة بالمايكرويف وطريقة استخدامه وكل حاجة كبيرة وصغيرة عنه إن شاء الله. ده هيكون في فيديو النهاردة، تابعونا وما تروحوش في أي حتة. نرجع تاني مع بعض ونتكلم على المايكرويف الجميل اللي نازل من شركة فريش. هو 20 لتر بقدرة كهربائية 700 واط. طبعا ان هو حجمه صغير، ما بياخدش مساحة في المكان اللي هتحطه فيه. طبعا خدمة فريش خدمة جميلة وشركة رائعة، بالاخص خدمة ما بعد البيع. طيب قبل اي حاجة، سعر المايكرويف دوت كام؟ سعر المايكرويف دوت 1500 جنيه. طبعا في ظل الاسعار الجديدة والغلاء اللي حاصل في السوق، طبعا السعر ايه ما يعتبرش عالي جدا ولا حاجة. بالنسبة للمميزات بتاعته واستخدامه، يعتبر جهاز رائع. الجهاز يعتبر جهاز مانيوال مش ديجيتال، بيجي ببكرتين زي ما احنا شايفين كده. البكرة الاولى بتقدر تتحكم فيها في مستوى درجة الحرارة، ومستوى درجة الحرارة بيتكون من 5 مستويات. من اول المستوى لو اللي هو ضعيف جدا، اصغر اقل درجة حرارة، لأعلى درجة حرارة اللي هي هاي، بيتراوح من لو وبعدين ميد لو وبعدين ميد وبعدين ميد هاي وبعدين هاي، اللي هو ضعيفة وبعدين ضعيفة متوسطة وبعدين متوسطة وبعدين عالية متوسطة وبعدين عالية جدا. ده بالنسبة للبقرة الأولى. البقرة الثانية، وهي عبارة عن التايمر اللي من خلالها بتقدر تتحكم في عدد الدقائق اللي انت عايز تشغل فيها الجهاز. طبعا بتبدأ من دقيقة الى 35 دقيقة. لو لاحظنا هنلاقي ان في ارقام مكتوبة بالارقام صغيرة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعد كده بيجي لغاية 10 بالمظبوط، وبعد كده بيبدأ يعد 15 20 25 30 35. بعد كده هنلاقي عندنا ارقام كبيرة مكتوب 2 من 10، 4 من 10، 6 من 10، 8 من 10، وبعدين 1 صحيح. لو بصينا على الشمال هنلاقي مكتوب كلمة تايمر، وعلى اليمين مكتوب ديفروست. طيب يعني ايه ديت ويعني ايه ديت؟ طيب اللي على الشمال اللي هي التايمر بتتحكم فيها من خلال الارقام اللي مكتوبة بالخط الصغير اللي هو 1 2 3 4 لغاية 35. ده كده يعتبر علشان تظبط عدد الدقايق اللي انت عايز تستخدم فيها الجهاز. ده بالنسبة للتايمر اللي مكتوب على الشمال بالنسبة للأرقام الصغيرة. طيب الكلمة اللي مكتوبة على اليمين اللي هي دي فروست، ديت بنستخدمها مع الأرقام الكبيرة اللي هي 2 من 10 و4 من 10 و6 من 10 و8 من 10، 1 صحيح. ديت بتستخدم في إذابة المجمدات. لو حاجة مجمدة عايز تحطها في المايكرويف، على حسب حجم أو كمية الشيء المجمد بتظبط عليه التايمر. يعني مثلا لو عندك الكمية المجمدة 200 جرام، يبقى هتخليها على رقم 2. لو الكمية 400 جرام، هتخليها على رقم 4، وهكذا لغاية لو انت هتدوب مثلا مجمد حجمه كيلو جرام، هتخليه على رقم 1 صحيح، اللي هي يعتبر 15 دقيقة. طيب ده بالنسبة للتايمر. طيب بالنسبة للمؤشر اللي فوق اللي هو مستوى الحرارة، بتخليه على لو او ميد لو. ده بالنسبة لاستخدام الزرارين اللي موجودين دول. طيب بالنسبة بقى للمايكرويف من جوه، ده شكل المايكرويف من جوه، بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. بيجي عبارة عن طبق زجاجي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده،
وبيجي معاه طوق دوار كده، وبيجي معاه القطعة ديت اللي بيركب عليها الطبق الدوار. طبعا بيبقى لها شكل هنا، لو احنا شفنا شكل معين علشان تتحط في مكانها بالظبط زي ما احنا شايفين كده. حاول اوضح لكم الصورة بالشكل ده كده. ديت هنا بنركبها في مكانها بالشكل ده، لها مكان معين زي عاشق ومعشوق لغاية لما تركب بالشكل ده كده. حلو. بعد كده بتحط الطوق الدوار كده، وبعد كده لو احنا شفنا هنا في الطبق هنلاقي في تلت قطع زجاج بارزين بالشكل ده كده. المفروض ان القطعة ديت بتركبها على الطبق بالشكل ده كده. طبعا بعد ما بتركبها الحتة ديت بتيجي تركب على دي، بتبقى بالشكل ده كده، شايف؟ علشان ايه؟ الطبق يتحرك من خلال ديت، يعني تخلي تتحكم في تحريك الطبق بالشكل ده كده. اهو بنظبطها في مكانها بالظبط كده لغايه لما ترسي بشكل كويس، وبعدين بنجيب الطبق ونحاول نثبته على القطعه اللي احنا شفناها دي دلوقتي بالشكل ده كده، بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده زي ما احنا شايفين. ده كده بالنسبه للشرح على الجهاز، طريقه تركيب الطبق، البكره الخاصه بالباور والخاصه بالتايمر. هنجرب مع بعض دلوقتي تجربه عمليه. ده عيش اهو لسه خارج من الفريزر مجمد، هنجربه في الميكرويف وهنشوفه هيطلع عامل ازاي. طيب بالنسبه للعيش، علشان اسخنه في الميكرويف بخليه على دقيقتين اتنين، وبخلي درجه الحراره على مد، وبعدين بخليه على دقيقتين اتنين. هنجرب مع بعض دلوقتي ونشوف ايه اللي هيتم معانا. لو بصينا مع بعض دلوقتي هنلاقي اول ما وصلنا الكهرباء هنلاقي ان صوت الميكرويف اشتغل على طول، ولو بصينا هنلاقي في الزجاج باين العيش وجوه اهوت وهو عمال يلف. واجمل حاجه ان الميكرويف فيه لمبه من جوه علشان يبين لك الاكل من جوه وهو بيستوي او بيسخن. طبعا في ميكرويف تاني بيبقى الزجاج الخارجي بتاعه دوت بيكون ما بيبقاش شفاف كده، فما بيبقاش ظاهر فيه الاكل وهو بيستوي. لكن الميكرويف دوت الجمال اللي فيه اهو ان هو مبين لك كل حاجه بتحصل فيه جوه دلوقتي. طبعا احنا ظبطنا درجه الحراره على مد، والتايمر خليناه على دقيقتين. هنشوف مع بعض دلوقتي هيطلع شكله عامل ازاي. طبعا اول لما الدقيقتين بيخلصوا في صوت منبه بيضرب بيعرفك ان عمليه التسخين او عمليه التسويه انتهت. وطبعا استخدامه جميل جدا ورائع جدا. طبعا لازم يتنظف باستمرار وما تسيبش فيه اي اتساخات ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت الطبق اللي في الميكرويف لازم يكون ناشف وانت بتستخدمه. ما ينفعش ان انت تستخدم الطبق وهو فيه ميه، لان لو فيه ميه ولا حاجه لا قدر الله ممكن يؤدي الى عطل الجهاز وايه وان هو يبوظ. لو سمعنا مع بعض دلوقتي التك اللي حصل ديت، المنبه بتاعه ضرب كده وايه خلص. هنفتح مع بعض دلوقتي ونشوف ايه الاخبار. شايف العيش بقى عامل ازاي؟ اهو كانه لسه جاي من الفرن طازه. اهو شايف؟ اهو لو شفنا كان ناشف وكان بيخبط ازاي، لكن دلوقتي بقى عامل ازاي اهو. حاجه جميله جدا، شايف الشكل انت ايه شايفينه ده كده. طبعا ممكن يتسوى فيه حاجات تانية كتيره. طبعا ده كان ريفيو سريع كده للمايكرويف فريش. يا رب يكون الريفيو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. في النهايه شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.